المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء، يبعد الكرة بعد هذا التدخل. ألكسندر لاكازيت يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. كرة خطيرة نحو الأمام. روبرتو فيرمينو، بنية جميلة من مسعود أوزيل. هرنانديز لاعب لا يتوقف ولا يرحم ولا يكتفي ولا يعرف سوى التسجيل. اليوم ينفجر ويسجل الهاتريك. أداء بصراحة غير مقبول من حارس المرمى، لا يمكن بأن يكون الحارس بهذا الشكل، الحارس نص الفريق من جانب أن يحطم معنويات الزملاء. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم. ضغط عالي في المقدمة، شوف استعادة الكرة. حكم يقرر إعطاء الأفضلية، وصلت اللعب الآن وتحت الفرصة. كرة بيستلمها حارس المرمى خلف المدافعين. هرنانديز بيلعب الكرة في المرمى الخالي. ضربة رأسية يا لعيب، الله على هذه الكرة. نشاهد في الإعادة كيف جاء الهدف من تحذير تكتيكي مثالي. كرة يتابعها اللاعب الخصم في المرمى بعد ارتدادها من الحارس في أول مرة. برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. فرصة لوضع الكرة في الشباك. ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. نلعب الآن في الدقائق الأربع الأخيرة. شوف المهارة بيعدي فيها هرنانديز يسدد. روبرتو فيرمينو، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. حكم اللقاء يضيف 3 دقائق. ألكسندر لاكازيت، لويس جوستافو، كرة مع الخطير نيمار، فرصة هدف الآن. أوه يا نيمار، هدف من السحر في هذه اللحظات. اليوم راح يكون حارس المرمى هو الشماعة، بالتأكيد هو الملام بعد أداء الهزيل في مباراة اليوم وتحمله لهذه الأهداف. المباراة حسمت بالفعل، لم يعد علينا أن ننتظر صافرة النهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر. الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا. لم يعد في الحكم نيمار.